العلم والتبيين ومسائل في الدين بسؤال أهل الذكر وعلى هدى الوحيين بين الهدى والنور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة. نتحدث مع الشيخ الجليل في الكثير من المواضيع المطروحة والأسئلة التي جاءت منكم عن طريق مواقعنا والتي تدلون أيضا بها عن طريق الاتصالات، ونكرر بأن حلقتنا حلقة مفتوحة وعامة، نستقبل فيها أسئلة مختلفة كعادتنا في هذا الشهر المبارك. أما أرقامنا فهي 9980041، والرقم الثاني هو 9980119، وهذه الأرقام تظهر في هذه الأثناء على الشاشة، ولكننا نذكر دائما إخوتنا الذين يستمعون إلينا عن طريق الإذاعة. نرحب بكم ونرحب بضيفنا العزيز، مرحبا بك فضيلة الشيخ. ومرحبا بكم، وأحيي أيضا الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تعالى في بداية لقائنا هذا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. آمين. هنا سؤال، ربما بعض الإخوة يلتقط معلومات عن طريق القنوات الفضائية، عن طريق شبكات التواصل، عن طريق المقاطع التي تنتشر بين الحين والآخر، والجميل أنهم يأتون بأسئلتهم إلينا حتى يتحققوا من المعلومات هل هي صحيحة أم لا، وهذا النهج لابد أن يكون حتى تكون المعلومات صحيحة وموثقة، وحتى يطمئن المسلم إليها ويعتمدها جزءا من ثقافته الدينية. من هذه الأسئلة فضيلة الشيخ، أحد الإخوة له عمر السعيدي يقول: ما رأيكم في قصة نوح عليه السلام حينما لبث في قومه سنين يذكرهم في عبادة الله؟ فالله تعالى يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هل المقصود هنا لبثه في قومه 950 سنة فقط، أم 1000 سنة كاملة تذكير ودعوة إلى الله وإعراض من قومه، و50 سنة عاشها نوح وقومه المؤمنون بعد الطوفان في سلام ورخاء وعبادة؟ عندما علمت أن السنة تدل دلالة على المشقة، والعام يذكر على زمن السلام والرخاء كما ذكر في سورة أو في قصة يوسف عليه السلام، مهم حاصل الكلام، هل هناك فرق بين العام والسنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم، فهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم. أما بعد، فإن هذا الذي ورد في قصة نوح عليه السلام في قوله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، نص جمهور المفسرين على أن المغايرة في التمييز بين السنة والعام إنما هو من مقتضيات البلاغة، لأن التكرار لللفظ الواحد في سياق متقارب متجاور يتجنبه البلغاء. ولا ريب أن كلام الله عز وجل في كتابه الكريم هو أبلغ من كلام البلغاء وأفصح من بيان الفصحاء، فهو الذروة في الفصاحة والبيان والإعجاز والبلاغة. فهذا هو أقرب الوجوه التي سار عليها جمهور المفسرين الذين تحدثوا عن هذه المغايرة بين تمييز 1000 فقال 1000 عام، نعم، وتمييز 50 فقال 50 سنة، نعم. ومنهم من يضيف إلى ذلك أن فيه دفعا، نعم، أن فيه تنويعا في اللغة يدفع إلى مزيد من التنويع في الأسلوب الذي يجذب المخاطبين، نعم. أما الذي يشير إليه فهو ليس معنى مضطردا،
نعم. الذي يشير إليه السائل وقد ذكره بعض الباحثين المعاصرين نعم. من التمييز بين السنة والعام، وأن السنة تدل على القحط والشدة نعم. وأن العام يدل على الرخاء، فهذا غير مضطرد نعم. وإن كان قد ذكره بعض أهل اللغة لا سيما عند الحديث عن الجمع لا عند الحديث عن المفرد، إلا أنه غير مضطرد. وحينما نعود إلى كتاب الله عز وجل نجد أن الاستخدام القرآني على خلاف هذا المعنى نعم. نجد في سورة التوبة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. فاستخدام كلمة عام هنا مع سياق الفتنة في فتنة هؤلاء المنافقين التي تصيبهم مرة أو مرتين في العام نعم. ينفي هذا التفسير الذي يذكره هؤلاء من أن العام يدل على الرخاء وعلى نفي الشدة والمعاناة نعم. وفي المقابل نجد أن استخدام كلمة سنة أيضا في القرآن الكريم يأتي للدلالة على معنى محبوب محمود، كما في الآية التي سئلنا عنها بالأمس حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فهذا ينفي مثل هذا التفسير، والآية على ظاهرها ليس فيها غموض ولا إشكال ولا إبهام. فنوح عليه السلام لبث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لكن هذا يقودنا إلى نصيحة في المنهج الذي نسير عليه حينما نسمع مثل هذه التفسيرات، وفي بعض الأحيان للأسف الشديد تنجذب إليها نفوس كثير من البسطاء وممن تغلب عليهم من يغلب عليهم الجهل دون تمييز أو تمحيص، مع أن المنهج بسيط وهو أن نعود إلى كتاب الله عز وجل ونتبين كيف وردت هذه الألفاظ في القرآن الكريم، ونعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتبين أيضا كيف استخدمت هذه اللفظة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن فعلنا ذلك أمكن لنا حينئذ أن نتبين معاني هذه المفردات وكيفية استخداماتها وما تدل عليه من معاني ودلالات. نعم جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نستقبل المكالمة الأولى، الأخ فهد السعدي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف حالك شيخ؟ حياكم الله يا أخي، بارك الله فيك. الله يكرمك، أهلا بك الأخ فهد، تفضل. نعم. هناك تقطع في الصوت الأخ فهد. فهد. لا لا نستطيع أن نفهمك بهذه الصورة. يمكن أن تتصل مرة أخرى الأخ فهد؟ شكرا جزيلا لك. فضل الشيخ سؤال آخر أيضا في الموقع. نعم. يقول صاحبه أن شخصا له الأخ مازن يقول شخصا قام بنصح شخص معين حتى استقام على دين الله وحافظ على الواجبات والطاعات، ولكن قدر له أن ينخرط في عمل معين قلل من التزامه الذي كان عليه قبل ذلك، إلا أن الشخص الذي قام بنصحه ودفعه إلى التوبة والاستقامة قاطعه هذه المرة ورفض أن يتواصل معه بحجة أنه قلل من التزامه الأول. الآن الشخص يسأل عن حكم هذا التصرف وعن النصيحة إن كانت. لا ينبغي له أن ينصرف عنه وأن يعرض عن مواصلته لدعوته إلى الخير وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ومواصاته وتوصيته بالحق، لأن المسلم مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، والله تبارك وتعالى أثنى على هؤلاء الذين سماهم أو وصفهم بأنهم ناجون من الخسران حينما قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا ينبغي للمسلم أن ييأس حينما يلحظ على إخوانه شيئا من التقصير، بل الواجب أن يزداد إقبالا على دعوتهم إلى الخير وعلى نصحهم وحثهم على الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى،
وأن يجتهد في وعظهم وبيان عاقبة هذا التهاون في أوامر ربهم جل وعلا، إذ إن القلوب تتقلب. ولعل هذا الذي ظهرت عليه شيء من بوادر التقصير أو الإهمال أو الانحراف، لعله تأثر بشيء من دعوات الباطل أو وقع في فخ وساوس النفس والهوى والشهوات والشيطان، فلا ينبغي أن يسلمه لهذه المثبطات، بل عليه أن يكون عونا له على الخير وأن يذكره، والله تبارك وتعالى أمر بذلك، قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال واصفا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومبينا أثره في صحبه الكرام رضوان الله تعالى عليهم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هكذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان رفيق القلب رؤوفا رحيما بالمؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا ينبغي له أن يعرض عنه وأن يتراخى عن نصحه ودعوته إلى الخير، لأن ذلك إنما حينما يفعل، حينما يدعو إخوانه المؤمنين إلى الصلاح والرشد ويذكرهم بالله تبارك وتعالى، فإنما في الحقيقة يبرئ ذمته أمام الله تبارك وتعالى. أما النتائج فهي بيد المولى جل وعلا وليس هو بكفيل عليها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا ينبغي له أن يتقاصر. وفي المقابل فإننا أيضا ننصح إخواننا الذين يمكن أن تنتابهم شيء، أن ينتابهم شيء من وساوس النفس والهوى والشهوات، أن يتذكروا المآل الذي ينقلبون إليه، وكيف أن الله تبارك وتعالى حينما أمرهم بالاستجابة لأمره بين ما عليه مدار صلاحهم واستقامتهم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فعلى المسلم أن يتحرى أحوال قلبه وأن يسعى إلى تزكية قلبه بفضائل الأعمال وبالتوبة النصوح وبذكر الله تبارك وتعالى وبملازمة الفرائض التي أمر الله عز وجل بها والإكثار من النوافل قدر استطاعته، وبأن يحمل نفسه مع أهل الخير والصلاح وقرناء الخير الذين يرشدونه ويدلونه على الصراط المستقيم، لا أن يترك نفسه هكذا هملا وأن يظن بأن الهداية إنما هي أمر لا يحتاج إلى مجاهدة، ليتذكر أن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جزاكم الله خير فضل الشيخ. استقبل هذه المكالمة ثم نخرج بفاصل إن شاء الله. أخ سامح التوغري. السلام عليكم دكتور سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ سامح. السلام عليكم شيخ كهلان. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يكرمك. بارك الله فيك، نسأل الله أن يبارك لنا فيما تبقى من الشهر الفضيل. آمين آمين يا رب العالمين جميعا. فضيلة الشيخ، لدي سؤال. أنا السؤال الأول متعلق بالقرآن الكريم المطبوع بطريقة برايل، إن كنتم تعلمونها، الذي الطريقة اللي يستخدمها ذو العاقة البصرية. هناك نسخة من القرآن يعني نوعا ما شبه تالف، ما هي الطريقة المثلى يعني للتخلص من نسخ القرآن الكريم عموما، يعني حينما يعني تتلف أو يصيبها شيء من السوائل وما إلى ذلك؟ كما تعلمون اللي هي طريقة برايل تقرأ عن طريق اللمس باليد، فما هي الطريقة المثلى للتخلص من تلك النسخ التالفة؟ السؤال الثاني، هل يلزم الوضوء حينما نقرأ القرآن عن طريق الهواتف الذكية وما شابه؟ طيب، بارك الله، واضح جدا، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. شكرا شكرا، الله يحفظك. نخرج بفاصل، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى لمواصلة الأسئلة المختلفة والمتعددة. Ha ha
والتبيين ومسائل في الدين. سلاما عطر الأرجاء طيبة، وغصن الورد مال به رطيبة، وألسن مطربات الطير تشدو به طربا تجيب العندليبة. طريق الهداية هو طريق الاستقامة الواضح. أولا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. خلق العفو والصفح هما من أخلاق ذوي النفوس الطيبة. إنسان يتسامح مع الآخرين، يتغاضى عن الأخطاء. أن تعبد الله كأنك تراه. آية ومعنى في الأوقات التالية. نورا إلى القلب. مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى لمواصلة هذه الأسئلة المختلفة والمتعددة. فضيلة الشيخ، أحد الإخوة يسأل يقول ابنه مصاب بمرض فقر الدم المنقلي، ومنذ أن كان عمره 16 سنة ولديه صعوبة في الصوم، هل يعذر؟ إن كان لا يقوى على الصيام بسبب هذا المرض، لأن هذا النوع من فقر الدم تتفاوت أيضا الحالات فيه، منهم من يصاب به بشدة بالغة فلا يقوى فعلا على الصيام، ومنهم من يصيبه بما هو أخف من أو ما هو دون ذلك فيتمكن من الصيام. فإن كان لا يجد من نفسه القدرة على الصيام بسبب هذا المرض، لا سيما إن كان الأطباء قد نصحوه بعدم الصيام، فلا حرج عليه في أخذ هذه الرخصة، لأنه مريض والله تبارك وتعالى قد رخص للمريض أن يفطر. وإن كانت تأتي عليه حالات يتمكن فيها من القضاء فإنه سيقضي بإذن الله تعالى، وإلا فإن كان مرضه مزمنا وهو هكذا طيلة العام أي صيفا وشتاء ولا يقوى أيضا على القضاء، فسينتقل إلى الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الأخت أم المؤثر تسأل تقول اعتادت أن تدفع زكاتها لأسرة لاجئة إلى السلطنة وهي تعيش هنا وهي أسرة فقيرة، ولكن بعد مدة اكتشفت أن هذه الأسرة تمتهن التسول، النساء بالتحديد، وهي الآن حائرة تقول أشعر بالذنب إذا منعت عنهن الزكاة، إذا ما اقتطعت لهن الزكاة لظروفهن الصعبة، وأشعر بالمسؤولية في إعطائهن إياها لامتهانهن التسول، ماذا أصنع؟ أما كونهن متسولات فلا يظهر أنه يمكن أن يكون مانعا من استحقاق الزكاة. فإذا كنا فقيرات، ولا سيما أنهن كما ذكرت السائلة بنات سبيل منقطعات، فهذا الاستحقاق حاصل، لكن ينبغي أن ينصحن عن التسول، ينبغي أن توجه إليهن من النصائح ومن الروادع ما يمنعهن من التسول. لكن ذات التسول لا يظهر، قد يكون منشأ التسول منشأ طلب الناس والسؤال، إنما هو شدة الحاجة، قد يكون ذلك، ولا ينتبه المجتمع في بعض الأحيان إلى أمثال هؤلاء فتضطرهم الظروف إلى السؤال، والله تبارك وتعالى قال وأما السائل فلا تنهر. ينبغي للمسلم أيضا أن يتذكر، نعم في المقابل فيما يخص السائل فإنه إن كان قادرا على العمل في ظرف يتمكن فيه من العمل فإنه لا يصح له أن يسأل، وإن كان يقصد بسؤاله أن يتأثل الأموال فهذا أيضا لا يصح له أن يسأل، لا يصح له أن يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. لكن ذات أن يكن متسولات لا يظهر أنه مانع من إيصال الزكاة إليهن، بل لعل الزكاة تنقذهن من بذل ماء وجوههن بسؤال الناس، لكن تعامل المسألة أيضا بتثبت، ولا مانع من توجيه النصيح، بل هذا هو الواجب. أن يعطينا من الزكاة، ثم بعد ذلك ينصحنا أيضا من بالانتهاء عن التسول وتكفف الناس.
سؤاله الثاني تقول: شاب أراد أبوه أن يرافقه في الحج لأمراضه وضعفه، فقال لأبيه: أنا غير مستطيع وعلي ديون. يعني يبدو أن مرض الأب. نعم. فرد الأب: سأساعدك. فدفع له كل تكاليف الحج، فهل يؤثر ذلك في حج الشاب؟ لا يؤثر. نعم. لأن هذه العطية أو معونة الأب له هي معونة حلال في مثل هذه الظروف، فالنفقة هذه نفقة حلال، فلا إشكال بناء على هذا السؤال الذي يذكره السائل إن كانت ظروفه صحيحة كما وصف. نعم. سؤال ثاني: أسرة رزقت بطفلة بمولودة وأرادوا أن يسموها ملاك، هل هناك إشكال في استخدام هذا الاسم؟ ملاك هي من أسماء الملائكة، هي من أوصاف الملائكة، ملك وملاك. نعم. وملائكة، والملائكة الأصل أنهم لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، فمن هذا الباب لا ينبغي أن يسمى مولود باسم ملاك أو ملك أو بأسماء الملائكة، لأن الملائكة منزهون عن وصفهم بالذكورة أو الأنوثة. نعم. أما الوصف فقد وجد في كتاب الله عز وجل أن يوصف أحد بصفة الملائكة. نعم. ففي قصة يوسف عليه السلام: قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وفي قصة سليمان أو في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، جاء فيها: وما أنزل على الملكين، هناك قراءة على الملكين. وعند هؤلاء أنهما يعني من حيث صفاتهما كالملكين. فهذا من حيث الوصف لا من حيث الاسم. أي أن يوصف إنسان بأنه ملك أو ملاك في أخلاقه وسموه. وترفعه عن الدنايا، هذا لا إشكال فيه، لكن أن يسمى، أن يكون اسمه كذلك، فهذا فيه الإشكال المتقدم. وفي الأسماء سعة وأنية بإذن الله تعالى. جميل. مكالمة أخرى، الأخ خالد شبلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، كيف الحال؟ أهلا بك الأخ خالد، الله يبارك فيك. حياكم الله، الله يبارك فيكم. الشيخ عندي سؤال، بس ممكن إذا تقدر تجاوبني في الحال، لأنه ما عندي إذاعة ولا عندي. طيب، إذا تبقى على الخط حتى تسمع الإجابة، تفضل. إن شاء الله. تفضل السؤال. الشيخ، أنا كنت في دولة مجاورة. نعم. ودخل علي رمضان ولكن ما صمت معهم، كانت عمان بتصوم بكرة يعني. نعم. فما صمت معهم، صمت على عمان، سافرت من معهم وجيت لعمان وصمت أول يوم في عمان. نعم. هل علي شيء في هذا اليوم؟ تسأل على اعتبار أنك كنت مسافرا. طيب، إن شاء الله. أيوة. وماذا بعد؟ لا شيء علي، الجواب لا شيء علي، لا. ليس عليك شيء. يعني ما أقضيها هذا اليوم اللي كنت في الدولة المجاورة؟ لا، ما عليه شيء. اللهم إلا إذا كنت أنت نويت الإفطار لكونك مسافرا. لكن الذي ذكرته في سؤالك أنك لم تصم أصلا، لأن الرؤية كانت أيضا متعذرة في بداية. أيوة. الشهر. نعم. بارك. طيب، إذن الإجابة واضحة عندك لأخ خالد؟ إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. الله يبارك. الأخ سامح تويجري يقول: القرآن المطبوع بلغة برايل، وهي عبارة. نعم. عن نقاط ويقرأ باللمس. نعم. إذا تلف هذا المصحف المطبوع بهذه الصورة، كيف يتخلص منه؟ هو لا يصدق عليه أنه مصحف. نعم. المصحف هو هذا القرآن الكتاب المرسوم بلغته التي أنزل بها ما بين دفتي المصحف. أما ما كان بلغات أخرى فهي إما أن تكون ترجمات لمعاني القرآن الكريم، أو تكون طريقة لنطق ألفاظ القرآن الكريم، وهي هذه فيه. نعم. فهو لا يصدق عليه أنه مصحف، لكن لأنه يشتمل على طريقة لنطق ألفاظ القرآن الكريم بآياته وجمله ومفرداته، فإن أمكن أن يكون الخلاص منه أيضا بما ليس فيه امتهان، فلا يرمى في القذر ولا يعامل معاملة يعني ما يمتهن. نعم. إن أمكن أن يتخلص منه بتمزيقه بآلات التمزيق على سبيل المثال، أو أن يتخلص، الحاصل لا مانع من التخلص منه، لكن لا ينبغي أن يتخلص منه بما فيه امتهان واحتقار. نعم. يسأل أيضا: إذا أراد أن يقرأ القرآن الكريم من الهاتف، هل عليه الوضوء؟ قراءة القرآن في ذاتها فيها خلاف، هل يشترط لها الوضوء أو
لا يشترط، ويكون الوضوء فضيلة فقط. وهذا خلاف شهير، والقول الذي يظهر مستندا إلى رواية الإمام الربيع بن حبيب من طريق جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة، قال: لا يقرؤون القرآن ولا يطؤون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين. فظاهر هذه الرواية اشتراط الوضوء لتلاوة القرآن الكريم، لكن المسألة محل خلاف، فالخلاف فيها موجود، والذي تقدم هو القول الذي يظهر ترجيحه، فإن تيسر فهذا هو الأولى، لكن لا يعني أنه إن صعب أو شق على من يرغب في قراءة القرآن الكريم حفظا أو من المصحف أو من هذه الآلات فلم يتمكن من الوضوء أن يمتنع عن القراءة، بل يرخص له، لأنه حتى القائلين، يعني حتى ننتبه أيضا المسألة، أن من لا يشترط يرى أن من آداب تلاوة القرآن الوضوء من الآداب، وأنه مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه دائما، لكن لا يعدونه شرطا. فمع ذلك في كل الأحوال إن لم يتيسر وكان محتاجا إلى أن يزكي نفسه وأن يتلو شيئا من آيات الكتاب العزيز، فعسى ألا يكون عليه حرج وألا يضيق عليه الحال إن شاء الله. أحد الإخوة وهو أبو مسلم يقول: ما الحكم الشرعي في الجوائز المقدمة من المحلات التجارية بأن تقوم بإعطائنا بعد الشراء كوبونات للدخول في سحوبات على جوائز عديدة منها سيارات وأجهزة منزلية، ومن كسب هذه الجائزة هل يحل له أن يأخذها؟ إن كانوا لا يدفعون شيئا للدخول في هذه السحوبات، يعني للحصول على هذه القسائم، وإنما هم يشترون سلعا من محلات اعتادوا أن يشتروا منها، فلا إشكال في هذه الحالة. لكن إذا كانوا يدخلون باشتراكات حتى يتمكنوا من الدخول في السحب على الجوائز، فهذا هو القمار المحرم. هم عادة يشترون بضاعة، يحصلون على هذا الكوب. يعني البضاعة بقيمتها بأسعارها الأصلية، لا إشكال في هذا. ومثل ذلك في محطات البترول مثلا، أو حصل أن في البضاعة أو السلعة يدفعون لها قيمتها، لكن لا، ليست هناك قيمة إضافية لهذه القسائم أو للحصول للدخول في السحوبات على الجوائز. جميل. الأخ علي الخوالدي يقول: أنا قبل 5 أشهر كان عندي موضوع ونذرت إذا تحقق هذا الموضوع سأذبح شاة، ولكن الموضوع لم يتحقق، وبعد 5 أشهر أخرى كما يبدو انفتح الموضوع مرة أخرى وكتب الله التوفيق، فهل النذر قائم أم لا؟ ماذا كان لفظه؟ يقول: قبل 5 أشهر كان عندي موضوع ونذرت إذا تحقق، يبدو أنه خلال 5 أشهر، ما واضح سؤال، نذرت إذا تحقق سأذبح شاة، ولكن الموضوع لم يتحقق. لكن لم يقيد هو بمدة، وقد تحقق أخيرا فليذبح الشاة بعد 5 أشهر، فليذبح الشاة. هذه المسألة يعني ينبغي التنبيه، هناك نوعان من النذر، نذر يسمى نذر التبرر، أي نذر بر ابتدائي، أن ينذر الإنسان أن يعمل شيئا لوجه الله تبارك وتعالى، وهذا فيما يظهر محل اتفاق، وعليه تحمل آيات الكتاب العزيز من نحو ثناء ربنا جل وعلا على المؤمنين حينما قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنوع الآخر يسمى نذر المجازاة، ونذر المجازاة أي في مقابل شيء يقوم بالنذر، في مقابل حصول شيء ينذر أن يفعل شيئا. نذر المجازاة فيما يظهر أنه هو محل الخلاف، وينبغي أن تحمل عليه بعض الروايات الواردة في ظاهرها في النهي عنه، كالرواية التي فيها إنما يستخرج به من البخيل، أن النذر لا يقدم ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا النوع إنما هو نذر المجازاة،
أيضا هذا النهي محمول على ما إذا كان هذا الناذر أي الذي نذر إنما يرى من نفسه أو إنما يرى أن حصول المطلوب لا يكون إلا بمثل نذره ذلك، فلا يجد من نفسه طمأنينة قلب لما يقدره الله تبارك وتعالى ويقضيه، فهذا من باب أولى يكون منهيا عنه، لأنه لم يؤمن بالقدر خيره وشره حق الإيمان. هذا النوع استثناه أهل العلم حتى في نذر المجازاة عند القائلين بجواز نذر المجازاة. وعلى كل فإنه مع انتفاء مثل هذه الظنون لا يقال بالمنع من مثل هذا النوع من النذور، لكن لا ينبغي للمسلم لا ينبغي أن يكون كأنه على سبيل المعاوضة بينه وبين الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو أكرم الأكرمين. أما إن شاء أن يتبرر بداية بشيء من النذور فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى، وقد أثنى الله عز وجل على هذا الصنف من الذين يوفون بنذورهم، وهناك أدلة أخرى قد نتحدث فيها لاحقا بإذن الله تعالى. بإذن الله. الأخ علي العبري كان قد سأل سؤالا بالأمس، نعم، يقول في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هل صحيح أن هذه الآية نزلت في موضوع أبي طالب؟ هذا قول عند طائفة من المفسرين، وهم يستندون في ذلك إلى روايات في الصحيحين وفي غيرهما، لكن ينبغي لنا أن ننبه بعض التنبيهات. أولا، أنه حينما نجد في بيان أسباب النزول فلا ينبغي أن يقيد الحكم الشرعي المأخوذ من تلك الآية القرآنية بسبب النزول. أسباب النزول هي في حقيقتها مناسبات لنزول الآيات القرآنية على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي مناسبات نزول، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا التنبيه ينبغي أن يفهم جيدا، لأن بعض الناس يحصر معنى الآيات القرآنية في مناسبات نزولها، ويدعي أنه يقرأ هذه النصوص المقدسة قراءة تاريخية وفقا لظروف الزمان والمكان. لا بد أن تكون المسألة واضحة، هذا نص تشريعي خالد معجز أراده الله تبارك وتعالى ليكون دستورا للعالمين، وكتاب هداية ونذير وبشير وشفاء إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، فلا تقيد أحكامه ومواعظه وما تشتمل عليه آياته لا تقيد بظروفها الزمانية والمكانية ما لم يوجد دليل خاص على خصوصية أو على تقييد. أما أن تقيد لمناسبات النزول فهذه من الدعاوى التي يسعى قائلوها إلى هدم النصوص التشريعية والتشكيك فيها وحصر دلالاتها في إطار ضيق، فينبغي أن يتنبه المسلمون لذلك. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني أن طائفة كثيرة من الأحاديث أو المرويات التي وردت في مناسبات النزول هي في الحقيقة ضعيفة، طائفة كبيرة، ولذلك فإنه ينبغي التثبت وتمحيص هذه الروايات قبل القول بإسناد آية قرآنية إلى مناسبة نزول. لا بد من التبين والتثبت والرجوع إلى أهل الاختصاص، لأن جملة أيضا من الآيات القرآنية خاصة في آيات الأحكام أو ما يعرف بآيات الأحكام قيدت أو خصصت أو أحيانا حتى يعني ادعي فيها النسخ بسبب روايات ضعيفة لمناسبات النزول، وسرى ذلك في تراث هذه الأمة وانتقل أيضا إلى واقعنا المعاصر للأسف الشديد، مع أنه كما تقدم نجد أن عند التمحيص والتثبت أن هذه الروايات لا تصلح للاحتجاج بها. لأن نأتي إلى ذات هذه القضية. نعم، ورد كما تقدم أن مناسبة نزول هذه الآية كما في الصحيحين هي في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن الحديث عن ذات
هذه الرواية وكيفية التوفيق بينها وبين، لأن وفاة أبي طالب كانت في العهد المكي كما أشار هو، بينما سورة التوبة التي فيها هذه الآية هي سورة مدنية. ويعني لا يوجد دليل خاص على أن هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لا يوجد دليل خاص على أنها نزلت في العهد المكي ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلحق بسورة التوبة المدنية، لا يوجد دليل خاص، وإن كان بعض المفسرين قال هذا الكلام. لكن هذا الإشكال أيضا نجد أننا في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أيضا نجد فيها روايات صحيحة أنها نزلت في أبي طالب، وأن نزول هذه الآية من سورة القصص كان في العهد المكي، وسورة القصص سورة مكية. وهنا سلك المفسرون مسلكين، منهم من سلك مسلك الترجيح، والأولى منه هو مسلك من سلك مسلك الجمع بين هذه الروايات. والرواية التي وردت في سورة في آية سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها لأستغفرن لك ما لم أنهى، ما لم أنهى، فجاء النهي متأخرا وهو في هذه الآية الكريمة من سورة التوبة. فلا إشكال إذن، لأن الجمع واضح وهو ممكن، ومنهم من يقول بأن السبب متقدم ونزول الآية متأخر، وهذا يعني مسلك ذهب إليه أيضا طائفة من المفسرين وشراح الحديث كابن حجر والإمام النووي وغيرهما. لكن الوجه الأول أفضل وهو أولى. بقي أن هذه المسألة أيضا لنختم لا ينبغي أن تحمل فوق ما تحتمل قضية سبب نزول أو مناسبة نزول هذه الآيات الكريمة والبحث في موضوع إسلام أبي طالب، تلك قضية أخرى. موضوع إسلام أبي طالب، لأن من ال يعني ال ممن كتبوا واشتغلوا بهذه القضية من جعل هذه الآية دليلا في موضوع إسلام أبي طالب، لكن الصحيح يعني ينبغي أن تعزل هذه القضية. نعم، هذه من ضمن الأدلة التي تناقش، من ضمن الأدلة التي يستند إليها، لكن لا يعني حينما نقول بأن هذه الآية كما تبين الآن أن هذه الآية آية مدنية وأن وفاة أبي طالب كانت في العهد المكي، فكيف يقال بأن هذه الآية نزلت في أبي طالب؟ وقد تبين ارتفع الإشكال الآن، إذن على هذا يقال بأنه لا صلة لهذه القضية، أو ينتفي ما يمكن أن يؤخذ منها في القضية الأخرى، لأن القضية الأخرى وموضوع إسلام أبي طالب مسألة لها أيضا يعني أدلة وبين من العلماء فيها أخذ ورد طويل أيضا، لا تقتصر الأدلة فيها على هذا الدليل فقط. وكذا الحال بالنسبة لأم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآية الأخرى في سورة القصص أيضا قيل بأنها نزلت في أمه عليه الصلاة والسلام، وقد تبين أن أمثال هذه القضايا أيضا لها أدلتها ولها متعلقاتها التي يمكن أن يستند عليها وتكون محلا للبحث والدراسة. أما ما يخص يعني هذا السؤالان فقد ارتفع الإشكال. إنما تبقى بعض الأسئلة حول هذا الموضوع نعود إليها إن شاء الله بعد الفاصل. أخ سليمان الريامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ سليمان مساك والله بالخير. مشاهد الله يمسك بالخير والنور، أهلا بك دكتور سيف. بخصوص حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. كيف نجمع ما بين الحديث وما بين آية لا إكراه في الدين؟ جميل. وآية من شاء فليوم ومن شاء فليكفر. جيد. جزاكم الله خير. مشكور، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. طيب فضلت الشيخ، حتى نبقى مع هذه يعني مع هذا الموضوع قضية الاستغفار، هل يعني ذلك أنه أن الأقربين من الذين لم يؤمنوا أو الذين ليسوا على صلاح يعامل معاملة سيئة أم تظل المعاملة حسنة وطيبة؟ هذا في الدعاء لهم بعد وفاتهم. هذه الآية الكريمة في الدعاء لهم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
أما ما أما في مسألة العلاقة معهم فحالة حياتهم فهذه مبنية على ما هو معروف من أحكام الشرع من حسن المعاملة من غير قبول ظلم أو ضيم ومن دعوة إلى هذا الدين ومن حثهم ومن القيام بحقوق أيضا القربى فيما بينهم لكن لا وإنما الآية فيما يتعلق بالاستغفار لهم بعد وفاتهم. جميل. الأخ أو أحد الإخوة يسأل على التويتر يقول إذا أتاني عامل أجنبي وطلب مني أن أستخرج مأذونية وقال لي أنه سيعطيني مبلغ 1000 ريال والمأذونية تكلف 400 ريال فهل يصح أن أقبل؟ طبعا أنا لم أقم بإرغامه وقلت له لا أريد إلا حقي فقال ولكنني سأعطيك المبلغ كاملا. يعني في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يستخرج له المأذونية. الرضا المعتبر شرعا في العقود هو الرضا الذي يكون طرفاه متكافئين. أما إذا كان طرف مستغلا للطرف الآخر أو كان الطرف الآخر ضعيفا ضعفا لا يمكنه من أن يكون رضاه مبنيا على محض إرادة حرة فإن هذا الرضا في بينهما في هذا العقد لا يكون معتبرا شرعا. قد يكون معتبرا حكما لكن ديانة لا يعتبر. ولذلك فديانة لا يظهر أن الطرفين هنا متكافئان. أما إذا وجد هذا لأن هذا العامل بحسب الأنظمة الموجودة عندنا في مثل هذه الحالات يعلم أنه في الموقف الأضعف ورب العمل في هذه الحالة هو في الموقف الأقوى ومن أجل ذلك فإنه لكن يعني يعرض عليه مثل هذا العرض حتى يتيقن من موافقته. أما إذا انتفى كل ذلك ولا ينبغي أن يكون على سبيل التشارط فعندئذ لا إشكال إذا كان هذا العامل يجد من نفسه القدرة وأنه فعلا في محل القرار والتعبير الحر عن رضاه فلا إشكال حينئذ. لكن لا نريد أن تتخذ هذه ذريعة أو وسيلة فالأصل أن يسد هذا الباب. يمكن أن يستعاض عنه بإيجاد صيغ من الشراكات بينهما بين يعني رب المال والعامل أو بين الشركاء في شركة ما ويعني نحن نؤيد هذا التوجه إلى مثل هذه إقامة وإنشاء مثل هذه الشراكات التي أيضا تجد أن فيها تجد فيها رب المال وصاحب العمل والعامل تجد أن لهم فرصا متساوية وأن شراكتهم تبنى على الصدق والشفافية وعلى تنمية المال ونفع المجتمع وتقديم خدمات مفيدة. هذا فيه تنمية للمال وتدوير للثروة في المجتمع وتشغيل أيضا لكثير من العمال والأجراء. جميل. هناك سؤال مشابه ولكن بعد الفاصل بعد المكالمة هذه الأخ عدي الهنائي. السلام عليكم دكتور سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ عدي. شيخ كيف حالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله. الله يحفظك الأخ عدي. دكتور سيف عندي سؤالين. السؤال الأول أما الشخص يقرأ من تلفون ويواجه الآية يعني فيها سجدة ويكون المكان ما مهيئ للسجود فكيف يتصرف؟ طيب. السؤال الثاني في حالة الاستدراك المأموم لما يدخل مع الإمام في السجود فهل يعيد السجود ولا لا؟ طيب جزاك الله خير. مشكور لك حدي شكرا جزيلا لك. السؤال المشابه هو من أبو معاذ من أبي معاذ يقول لديه سجل تجاري ولديه عامل جاء على كفالته هو لا يريد أن يأخذ مبلغا على الكفالة ولكن يؤجره السجل التجاري ليفتح منه نشاطا ثم يأخذ منه مبلغا شهريا هل يصح هذا؟ هنا أكثر من مسألة. أما ذات السجل التجاري اليوم فهو من الحقوق المعنوية المتقومة. هي من الحقوق المعنوية المتقومة أي صارت لها قيمة منضبطة فلا إشكال في تأجيره أو في بيعه وشرائه لأنه صار منضبطا صار من المعنويات ذات القيمة المنضبطة والتي تخضع لأنظمة وقوانين. جميل. لكن قد يرد الإشكال من الجهة المتقدمة هو عدم تكافؤ الطرفين في التعبير عن رضاهما. أما إذا تكافأ الطرفان فلا إشكال.
الأمر الثالث في المسألة هو أنه لا نريد أن يسد باب الاستغلال المباشر ليفتح باب للاستغلال غير المباشر. نعم. كما قلت إذا كان سينشئان يعني عقدا حقيقيا صحيحا بينهما وفقا للشروط الموافقة لما هو مباح في دين الله تبارك وتعالى فلا إشكال. أما إذا كان يراد أن يكون بينهما عقد صوري فقط يستغل به صاحب السجل التجاري هذا العامل فليتق الله تعالى وليعلم أنه مطلع على خفايا الصدور. لكن إذا كان هو وقع معه عقدا على أن يفتح صيدلية مثلا أو نعم. يفتح مقهى لا إشكال إذا كان كما تقدم قلت بأن السجل التجاري نعم. يعني من المعنويات من الحقوق المعنوية التي والاسم التجاري من الحقوق المعنوية التي صارت اليوم منضبطة تماما فهي متقومة جميل. فلا إشكال في التأجير عندئذ جميل. وإنما هي تنبيهات لما يتعلق بجانب الديانة أي بين المكلف وربه جل وعلا. نعم. الأخ سليمان الريامي يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن فعلوا فقد عصموا مني دماءهم. نعم. إلا بحقها. كيف يوفق بين هذا الحديث وبين الآيات التي تقول أو تنهى عن الإكراه في الدين؟ أما التوفيق فإنه يعني غير مشكل بل هو واضح جلي لأنه من العلماء من يحمل الناس هنا على أهل مكة ونحن نجد أن كلمة الناس في القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد بمعاني شتى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم نجد استخدامات عديدة لكلمة الناس أحيانا يراد بها العموم وأحيانا يراد بها الخصوص وأحيانا يراد بها فرد سواء كان ذلك في كتاب الله عز وجل أو في بعض الآيات القرآنية أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاصل أن هؤلاء يحملون الناس هنا على أهل مكة لما تقدم منهم من إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحبه المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم ومن إخراجهم من ديارهم وأخذهم لأموالهم ومنهم من يقول بأن الناس هم الذين يقاتلون الذين يقاتلون وهذا يتوافق مع أيضا آيات في كتاب الله عز وجل وقاتلوا الذين يقاتلونكم قاتلوا الذين يقاتلونكم كافة فالذين يقاتلونكم إنما أمرنا ربنا جل وعلا أيضا بمقاتلتهم فيحملون كلمة الناس على هذا المعنى وهذه كما قلت هذه الوجوه كلها واضحة جلية في هذه السياقات المتنوعة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ارتفع الإشكال بهذا الصورة لا إشكال أصلا لم يعود هناك شيء يعني لم نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعرض الناس نعم. يستعرض الناس إما أن يقبلوا هذا الدين أو أن تقطع رقابهم ما عهد هذا أبدا نعم. في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا أيضا حتى نجد أن آيات الكتاب العزيز يعني تحمل على هذا المعنى نعم إنما يضع البعض إشكالا في قصة سليمان عليه السلام سنطرحه ولكن حتى يعني آية وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة هي من أول آيات التي تتحدث عن القتال نعم. الله سبحانه وتعالى يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا للذين يقاتلون نعم. بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير نعم. فهذه أول إباحة للقتال في الإسلام فبين الله تبارك وتعالى أن العلة وراء أنهم يقاتلون وأنهم ظلموا الأخ سيف الفوري نأخذ مكالمة الأخ سيف ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال شيخنا الحمد لله الأخ سيف أهلا بك ومرحبا الله يكرمك يا مرحبا شيخنا بس سؤالي هو السنة الماضية في رمضان نعم صار عندي مرض وما قدرت اني اصوم فقلت بقضي في السنه والايام القادمه فنسيت يعني وتركني رمضان الثاني دخل علي رمضان الثاني وتذكرت قبلها رمضان الثاني باسبوع واحد فلم اصوم كذلك لاني لم اتسحر او اشرب ماء او قليل من الطعام ودخل علي رمضان ولم أصوم فما هو حكمي الآن؟ كم يعني مجموعة أيام فاتتك من رمضان السابق؟ نعم يوم واحد يوم واحد نعم طيب إن شاء الله إن شاء
شكرا. مشكور الأخ سعيد، شكرا جزيلا. يعطيك العافية. الله يحفظك. الأخ سعيد الدرعي أيضا. أيوة نعم أخوي. تفضل الأخ سعيد. السلام عليكم. والله أنا عندي سؤال عمري أسبوع عن عندي حرمة. وعليكم السلام. حلفت ما حلفت، قالت أنا عليه 70 كفار إني هاي الحاجة ما أكلها. بعدين الحاجة اللي هي ما كلتها غير مثلنا مثل إحنا ناكلها ودائما في الجامعة. الأخ سعيد يعني صوتك بعيد لا يصل عندنا سوى يعني لا نستطيع أن نستوعبه جيدا، بس ترفع الصوت قليلا وتقرب الفم من السماعة. أقول لك أخوي الطني قال عمرك يقول لك عندي حرمة حالفة ما حلفة دي قالت علي سبعين كفار إني هاي الحاجة ما أكلها. أها الزين نعم ايوه. الحين هي ما اكلت غير بس احنا ناكلها دائما احنا ناكلها وهي جالسه ترقص ما تاكل. هاي الحلفه 75 كفاره هاي حلفه ولا لا؟ هي حلفه انها تؤدي 70 كفاره انما تاكلها؟ ايوه تقول لا ما حلفت تقول 70 كفاره عندي 70 كفاره يعني هذه الحاجه ما تاكلها. نعم واضح. ايش قالت واضح. يعني ايش اللفظ اللي قالت؟ قالت بالضبط. انا اقول لك اللفظ، قل لي صحيح ولا لا. قالت علي 70 كفاره انني لا اكل من هذه الشيء. ايوه هاي الحاجه ما اكلها. جيد جيد واضح. شكرا شكرا الله يحفظك. جزاك الله خير. جزاك. اخ عديل هنا يقول من يقرا من الهاتف القران الكريم ومر بايه سجده ولم يكن المكان مهيئا ماذا يصنع؟ ولا صلة لكونه يقرأ من الهاتف أو أن يقرأ من المصحف. نعم. يعني جملة أسئلة وردت إلينا في قراءة القرآن الكريم من الهاتف من المصحف، لا أعرف ما وجه التفرق. يعني هذا لا صلة له فيما يتعلق بسجدة التلاوة سواء كان يقرأ من هاتف أو من مصحف أو من حفظه. إن لم يكن المكان مهيئا للسجود فلا أقل من أن يسجد ولو إيماء، وإن لم يستطع فلا إشكال عليه فلا حرج عليه بإذن الله تعالى. ومن العلماء من يقول له أن يسجد لاحقا. نعم الوقت قصير ولكن نأخذ سؤال الأخ سعيد. المرأة التي قالت علي 70 كفارة، هذا جهل يعني لا أقل، يعني أرخص ما يمكن أن يلتمس لها أن تكفر كفارة يمين مرسلة، أن يجعل هذا أن يحمل هذا على أنه يمين مرسلة وأن تكفر كفارة يمين مرسلة. نعم. لا أن يحمل على، خاصة أنها لم تقل علي لله حسب اللفظ الذي ذكره. نعم. فيحمل على النذر الذي لا مناص من الالتزام به. نعم. يعني أرخص ما يمكن أن يلتمس لها في مثل هذه الحالة هي أن تكفر كفارة يمين مرسلة، وكفارة اليمين المرسلة هي عتق رقبة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. الأخ سيف الفوري أيضا فاته يوم من رمضان الماضي ولم يستطع أن يقضي. ما كان ينبغي له أن يقصر لما كان في حالة من النسيان والسهو فلا إشكال، لكنه تذكر قبل رمضان كما قال بأسبوع وهو يوم واحد، فما كان ينبغي له أن يؤخر. والآن لا يسقط عنه القضاء، عليه أن يصوم هذا اليوم بعد خروج رمضان الحالي. واختلف هل عليه فدية يوم، أي أن يخرج أن يطعم يوما أن يطعم مسكينا عن ذلك اليوم الذي أخر قضاءه إلى أن دخل عليه رمضان التالي، وهذا القول أحوط، أي مع قضائه عليه أن يطعم مسكينا. ومنهم من يقول لا يلزمه أكثر من القضاء، لكن القول الأول أحوط للخروج من دائرة الخلاف والله تعالى أعلم. نعم. وهذا لأنه يعني أتيح له من الأيام ما كان يمكنه أن يصوم فيه لكنه تراخى، وهنا يكون قد تسبب في تأخير القضاء إلى دخول رمضان التالي، ونحن نعلم أن رمضان لا يجب في العام إلا مرة واحدة. ولذلك رأى من رأى أن عليه في حالة تأخير القضاء عليه أيضا مع القضاء بعد خروج رمضان الحالي عليه أن يفتدي. جميل. هناك سؤال عن الكفارة أيضا سنأتي إليه، وإنما بقي سؤال للأخ عديل هنائي. المأموم إذا أدرك الإمام في السجود هل يعتد بذلك السجود؟ خلاف، والراجح أنه لا يعتد بذلك السجود لحديث إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا ذلك شيئا. نعم. وبذلك يعني يجمع بينه وبين حديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، يعني يأتي بالركعة كاملة، يأتي بالركوع. نعم بالركوع والسجود. نعم. مع القراءة.
أحد الإخوة يسأل يقول هل يصح أن تكون كفارة اليمين المنعقدة إطعام 10 مساكين تكون بالتبرع بإفطار صائم؟ لا لا، هي لمساكين، ينبغي أن ينتبه الناس. إفطار الصائم يأتي إليه الغني والفقير ومتوسط الحال، فبينما الكفارات إنما هي للفقراء والمساكين. وفطرة الصائم ليس فيها تمليك، فيها إباحة أن يأكل. أما الإطعام فالأصل أن يكون تمليكا، وهنا يعني ننبه أنه إما أن يدفع إليه الطعام، فيعني ما يتمكن من الطبخ به أي طعاما جافا، أو إن كان سيعطيه وجبات فيملكه إياها لا يدعوه. الدعوة إلى وليمة أو إلى أن يأكل هذه تسمى في الفقه إباحة، يعني أن يأتي ويأكل، والأصل أن يملك إياها، وهذا يخرجه من دائرة الخلاف. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أكرمكم الله. أعزائنا الكرام، نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة، كما نشكركم أيضا على حسن تواصلكم واتصالاتكم، وهناك أسئلة كثيرة لا تزال باقية، وغدا بحول الله تعالى نتناول جزءا منها ونستقبل أجزاء أخرى وأسئلة متعددة كما عودناكم في هذا الشهر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. والتبين ومسائل في الدين بسؤال أهل الذكر وعلى هدى الوحيين بين الهدى والنور ورواية المأثور بين الهدى والنور ورواية المأثور علم غدا منثور بروعة التضمين ومنابر العلماء تسعى لخير بنا أقبل هناك دوام.